السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم. اليوم نحن موجودين في القرية العالمية في الجلوبال فيليج في دبي، 24/1/2020 في هذا المكان، في مطعم. هاي نظارتي في المطعم. شوف المطعم ها في القرية الهندية، رجل الطاولة، رجل الطاولة عبارة عن عجلة دراجة هوائية، هاي العجلتين، والطاولة هاي شكلها، وهاي عجلتين تبع الطاولة. أما الكرسي فمثل ما تشوفه منز اللي كان موجود عندنا قبل أيام الطيبين. شوف المنز، هذا المنز تقعد عليه الناس قاعدين، هذيلهم. هاي نحن في القرية الهندية، وهاي شوف شكل الطاولة، الناس قاعدين عليه. هاي شكل الطاولة مثل المنز، مكان جميل. وهاي شكل المطاعم المطلة في جناح القرية الهندية. صراحة مكان تراثي جميل في القرية الهندية. هاي هي الكراسي، ومثل ما شفتوا الطاولات عبارة عن عجلتين يحملون الطاولة. وهاي الناس موجودة في هذا المكان، مكان حلو وجميل.